الشخير أسبابه وأعراضه. من المعروف أن التنفس عن طريق الأنف هي الطريقة الطبيعية لتوفير الظروف المناسبة لتحسين أداء الرئتين الوظيفي ولضمان وصول الهواء النقي إليها، وذلك بعكس التنفس عن طريق الفم، فهي عادة يلجأ إليها بعض الأشخاص بسبب انسداد الأنف، لكن خلال النوم لا يستطيع الإنسان التحكم في التنفس عن طريق الفم أو الأنف، فيبدأ التنفس عن طريق الأنف لأنها المسلك الطبيعي للتنفس، ولكن الانسدادات الموجودة في الأنف تسبب الشخير كنتيجة لمقاومة مرور الهواء. يحدث الشخير للأسباب التالية: وجود بعض الأمراض في الأنف مثل الاعوجاج الجزئي أو الكلي للحاجز الأنفي أو بسبب تضخم غضاريف لحمية الأنف، وجود بعض الأمراض في البلعوم مثل تضخم اللوزتين خاصة عند الأطفال والمصابين بالسمنة المفرطة. أما عن أعراض الشخير ما يلي: 1- الشكوى من الشخير بصورة مستمرة. 2- الشعور بالكسل والنوم خاصة في ساعات العمل. 3- الشعور بالصداع عند الاستيقاظ من النوم. 4- ضعف الذاكرة. 5- الإصابة بارتفاع ضغط الدم. 6- حدوث بعض المشكلات في القلب والرئة. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك وشارك الفيديو.